فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم، فهل يدخل في ذلك شراء الأشياء اليسيرة كالمسواك عند باب المسجد؟ إذا بيشغلك عن حضور الخطبة له مسواك، أما إذا كان ما يشغلك هو شيء يسير، ما هو يعني مال، إنما هو شيء مسواك أو ما أشبه ذلك ولا يعوقها عن حضور الخطبة، لا بأس. نعم.